المعلم قاسم رجل محترم لا يطيل النظر إلى زبوناته، على الأقل حين تكون برفقة نساء أخريات. كذلك كانت تهمس بعض النسوة، وكذلك علم أنه فقد مؤخرا زوجته التي استقدمها معه من وزان، وكذلك علم أنها كانت زوجته الثانية بعد أن هربت الأولى من بيته في مولايدري الزرهون، ولم يظهر لها أثر حتى بعد أن رحل إلى وزان. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. في قيسارية القصبة بشفشاون اشتهر المعلم قاسم كواحد من أمهر خياطي اللباس التقليدي المغربي للنساء. كان رجلا تخطى الأربعين، أنيقا في ملبسه، ينتقي ألوان جلاليبه بعناية. اتخذ قاسم دكانا في القيسارية منذ ما يقرب من 15 عاما. بالنسبة لزبنائه فإن الأهم هو إتقانه الصنعة. كان يجيد الفصالة، وذاك ما جعل زبوناته تكثرن. حياته الشخصية لم تكن لتحتل أولوية في اهتمامات الناس، ولكنها لا تستثنى بالمرة من الاهتمام. وهكذا علم تجار القيسرية والزبناء وأناس كثيرون في شفشاون أن المعلم قاسم ينحدر من مولايدري الزرهون، وأنه قبل أن يستقر في قيسرية القصبة أمضى عدة سنوات خياطا في وزان. الذين استهواهم النبش أعمق في ماضي الرجل علموا أن اسمه الكامل هو قاسم الزرهوني، وأن بداياته كانت في دكان خياط لجلابيب الرجال في مولايدري الزرهون. كانت معلومات كافية لمن تريد أن تخيط قفطانا أو جلابة، وما سوى ذلك فلا أهمية له. المعلم قاسم رجل محترم لا يطيل النظر إلى زبوناته، على الأقل حين تكون برفقة نساء أخريات. كذلك كانت تهمس بعض النساء، وكذلك علم أنه فقد مؤخرا زوجته التي استقدمها معه من وزان، وكذلك علم أنها كانت زوجته الثانية بعد أن هربت الأولى من بيته في مولايدري الزرهون، ولم يظهر لها أثر حتى بعد أن رحل إلى وزان. كان الحديث يجري همسا، وقد أيقظ في نفس بعضهن طموحا في الظفر بالمعلم قاسم. فعاد صنعته التي تكسبه دخلا محترما، كان المعلم قاسم سوي الخلقة وذا أخلاق حسنة. قبل بضعة أعوام في منزل بزنقة مولاي العرب الدرقاوي استقرت امرأة شابة اسمها السعدية، وقد علم أن اسمها الكامل السعدية الحطاب، وسرعان ما اشتهرت بتعليم الطرز الرباطي للفتيات. لم يكن منزلها يخلو من متعلمات، كانت تعتمد في تعاملها معهن نظام دار المعلمة كما تعارفت عليه الأجيال التي تعاقبت في المدن العتيقة. كانت قليلا ما تغادر البيت، ولم تقم رغم مرور عدة سنوات على سكنها في زنقة مولاي العرب الدرقاوي علاقات صداقة. كانت تصد فضول الفضوليات متذرعة بكثرة أشغالها وتفرغها لتعليم الطرز. لم تتزوج، كذلك قالت لبعضهن، وزادت أنها لا ترغب في الزواج. قد تكون تريد بذلك أن تقطع الطريق على من كن لا تفتأن تحاولن النبش في حياتها الخاصة. في قائمة زبونات المعلم قاسم سيدة جاوزت 60، وإن كانت تصر منذ سنوات خلت على أنها في 50. كانت تعمل ماشطة وتزين العرائس، وكلما أتيحت لها الفرصة تحاول بعث الروح في مهمة الخاطبة التي انقرضت. كانت فاطمة الزيانة من بين القليلات اللواتي يمضي معهن المعلم قاسم في الحديث أبعد من المقاسات واختيار ألوان الحرير. كان يترك لها مجالا أوسع لتثير مواضيع من الحياة. هي تعلم أنه لم يتزوج منذ أن ترمل قبل 3 أعوام. كان مدخلها إليها قدمت له درسا حول العزلة ومعاناتها وتأثيرها على الذين يعيشونها، وحول مزايا ومنافع الزواج وحضور الشريك. ولما آنست منه اهتماما ولمست تجاوبه نطقت بحكمها، قالت له: سوف أجد لك أجمل عروس. ابتسم في وجهها، كانت عيناه تلمعان وبدا على جبينه احمرار. هل يكون خجل؟ تجربة فاطمة الزيانة تجعلها توقن أن المعلم قاسم يريد الزواج. قدرت أنه يريد الزواج من امرأة تتفهم ظروف عمله. علاقاته مع النساء قد تثير لديها غيرة،
ولذلك ارتأت أن تجد له امرأة لها علاقة بميدان الخياطة. لما لا تكون خياطة؟ ثم تذكرت فجأة تلك التي تعلم الطرز الرباطي في زنقة مولاي علي الدرقاوي. أليست ذات حسن تلك الفتاة السعدية؟ أليست على علم بمشاكل عالم الخياطة التقليدية؟ ذاك المساء بينما كانت تمر عبر زنقة السيدة الحرة قررت أن تعرج على سكن السعدية، وجدتها منهمكة في شرح تقنيات الطرز الرباطي لعدة فتيات. في قاعة التعليم وضعت سبورة لشرح الأشكال وحساب الغرزات، سلمت عليها وطلبت منها أن تنتظرها في الغرفة المجاورة، قالت لها إن الحصة اقتربت من نهايتها. لما انصرفت المتعلمات جاءت السعدية بصينية فيها شاي وحلويات، واتخذت لها مكانا مقابلا لضيفتها فاطمة الزيانة. لقد سبق لها أن تعاملت معها في السابق وباعتها منديلا مطرزا خاصا بالعرائس، وقد حسبت السعدية أن المرأة جاءتها في قضية تتعلق بالشغل. احتسيتا الشاي. كانت فاطمة الزيانة تغدق على السعدية عبارات المديح تكاد تنظم فيها قصيدة غزلية. لم يكن باستطاعة السعدية أن تتجاهل ما تقوله فاطمة، وفي لحظة ما انتشت لسماع ما تقوله فاطمة. استدرجتها إلى الحديث عن الزواج ومتعة الزواج وفوائده العديدة، وأكبرها أن تشعر المرأة بأن لديها من يحميها من طمع الطامعين ويكون لها ركنا حصينا تأوي إليها. كانت السعدية تضحك دون ما إسراف، وكانت ابتسامتها تلك تضفي عليها جمالا وحسنا. تلك هي اللحظة التي كانت تنتظرها فاطمة الزيانة. قالت لها بلا توطئة ولا تقديم: لقد وجدت لك العريس المناسب الذي يليق بحسنك وطيب أخلاقك. قالتها بغنج لم تخفيه، ولعلها تعمدته. احمرت وجنة السعدية، كانت خافضة بصرها تداعب أصابعها. استدركت فاطمة: وأظنك تعرفينه. ابتسمت وقالت: من يكون؟ المعلم قاسم. أنا لا أعرفه. ألا تعرفين المعلم قاسم؟ أشهر خياط تقليدي في شفشاون. لا، أنا لا أتعامل كثيرا مع الخياطين. إنه رجل محترم يتقن الصنعة وتوفر له دخلا محترما. لقد ماتت زوجته منذ 3 سنوات ولم يتزوج، وقد لمست منه أخيرا رغبة في الزواج، ووعدته بأن آتيه بأجمل عروس. ليس بمستطاع أن أبدي رأيي قبل أن أراه. هذا حق يكفله لك الشرع. تواعدت على زيارة محل المعلم قاسم مساء الغد. كانت فاطمة الزيانة تعلم أنها لا تجازف ولا تخاطر، فالرجل قليلا ما يبرح محله. الذين يشتغلون معه لا يخفون شكواهم من ذلك، لا يترك لهم فرصة للاسترخاء أو التمطي. جاءت فاطمة منزل السعدية عصرا. يومها لم تأتي الفتيات لتعلم الطرز. لبست جلابتها الجديدة وخرجت، توجهت إلى القيسارية. ثم فجأة توقفت فاطمة عند دكان خياط تقليدي. مساء الخير معلم قاسم. مساء الخير لا فاطمة، مرحبا. نهض من كرسيه، وفي خلفية الدكان استدارت بضعة أعناق لشبان يتولون الخياطة. في تلك الأثناء أصاب السعدية ما يشبه الذهول. خيل لها أنها تعرفه، ولكنها لا تستطيع تذكره ولا المكان الذي التقته فيه. قالت لها فاطمة الزيانة وكأنها أيقظتها من إخفاء: هذا هو المعلم قاسم، نعم الرجل، من أمهر الخياطين في شفشاون، يشهد له الجميع بحسن الأخلاق. كان المعلم قاسم ينصت إليها، وقد توقفت عيناه عن الحركة. كان ينظر إلى عينيها. قد يكون ذلك استغرق بضع ثوان، ولكنه حسبه دهرا. كانت تنظر إلى وجهه بتمعن. الخال الذي يحمله على وجنته اليسرى ذكرها بشخص تعرفه. هي موقنة في قرارة نفسها أنها تعرفه. متى عرفته؟ لعل ذلك يعود إلى عدة سنوات. أين عرفته؟ لا تستطيع تحديد المكان. خرجت من شرودها، كانت أفكارها مبعثرة. جاهدت نفسها وتبسمت، حاولت أن تتابع ما دار بينه وفاطمة الزيانة
ولكن الأسئلة التي كانت تلاحقها كانت تحول بينها وما يدور حولها من حديث. الحلقة الثانية والأخيرة. اللقاء الذي رتبت له فاطمة الزيانة بين السعدية الحطاب والمعلم قاسم معلم الخياطة التقليدية للنساء لم يثمر ما كانت ترجوه. بدأ أن السعدية معلمة الطرز الرباطي لم تكن مستعجلة الحسم في عرض بأهمية ما تقدمت به فاطمة الزيانة، تلك التي تريد أن تبعث روحا جديدة في مهمة الخاطبة. انتابها إحساس غريب لما رأته. الخال الأسود المرسوم على وجنته اليسرى يوحي لها بأنها تعرف هذا الرجل الواقف أمامها، كان يخيل إليها أنها تعرفه منذ وقت بعيد. لما عادت إلى بيتها كانت صورة المعلم قاسم مهيمنة على كل تفكيرها، تحاول أن تتذكر الرجل، ثم تقول لنفسها لو كانت تعرفه لتذكرها هو أيضا. مضى من الليل أكثر من ثلثيه، ثم في لحظة لا تذكرها نامت. رأت أمها التي فارقتها منذ أكثر من 20 عاما، ورأت الرجل الذي يحمل خالا على وجنته اليسرى، رأته يضرب أمها، كانت هي صبية في الرابعة أو الخامسة، رأته وهو ينهارها ثم استيقظت. أيقظ الحلم الذي رأته ذكريات بعيدة، ذكريات أليمة. مضت إلى حقيبة صغيرة تضعها في دولاب ملابسها، أخرجت منها صورا بالأسود والأبيض، جلست على الفراش، كانت تدقق النظر في صور أمها التي اختفت فجأة ولأسباب لم يعلمها أحد. تذكرت ملامح غير واضحة من بيت به حديقة لا تدري أين هو، ثم صورة الحاجة عيشة التي أمضت معها سنوات جميلة في المدينة العتيقة بالرباط، علمت منها أنها ربتها بعد أن فقدت أمها، استقدمتها معها من مليدر الزرهون. فيما تحتفظ به من ذكريات لم تجد السعدية ما يدل على مصير أمها التي اختفت فجأة من حياتها، كان ذلك يسبب لها ألما شديدا. تنظر إلى الصورة التي تبتسم لها، تهم بسؤالها ثم تتراجع. ستظل الصورة تبتسم ولن تجيب عن أسئلتها. في ذكرياتها البعيدة تلك لا يحضر من الرجال إلا ذاك الذي على خده الأيسر خال، ذاك الذي كان ينهرها ويضرب أمها على مرأى ومسمع منها. هل يكون المعلم قاسم هو زوج أمها؟ صحيح أن آثار السنين كانت بادية عليه، ولكن ملامحه العامة لم تتبدل كثيرا. نظراته والخال الأسود الذي كان يثير لديها فضولا لا ينتهي، هل يكون نفسه هو الذي وقفت بباب دكانه أمس؟ الحاجة عيشة لم تخبرها عنها، لعلها لم تعرفها. كانت السعدية قد اتفقت مع فاطمة الزيانة على زيارة جديدة إلى محل المعلم قاسم. خلال زيارتها الأولى ارتبكت، سهل على فاطمة تبرير الذي حدث. في ذكرياتها البعيدة لا يحضر اسم قاسم، يخيل إليها أن أمها كانت تنادي الرجل صاحب الخال الحسين، كذلك كان يخيل إليها. مساء ذلك اليوم لما انصرفت الفتيات اللواتي تعلمهن الطرز الرباطي جاءتها فاطمة الزيانة. كان المعلم قاسم في انتظارهما في دكانه بالقيسارية. لما وصلت كان ينهي معاملة مع إحدى الزبونات. رأت السعدية رؤوسا تشرئب إليها من عمق الدكان، كان نظر أحدهم يصطدم بالستار الأحمر، ولذلك تظاهر بالخروج بحثا عن شيء ما، ولكنه عاد من حيث أتى لما تسنت له رؤيتها. رحب بهما المعلم قاسم، بدا أكثر ارتياحا لعله أعجب بها. يومها تحدث عن حياته دون أن يغرق في التفاصيل. قال إنه ترمل قبل 3 سنوات، تحدث عن بداياته الأولى في الخياطة في مليدر الزرهون، ولم يذكر شيئا عن زواجه الأول. هل قصد أن يغفل تلك الفترة من حياته؟ كانت السعدية وهي تنصت إليه تتساءل. إقراره ببداياته في مليدر الزرهون كانت خير دليل على أنها لم تخطئ الشخص،
وأنه هو نفسه الحسين زوج أمها ذاك القاسي الغليظ، يبدو الآن وديعا. لما حطت الرحال في شفشاون كانت السعدية تظن أنها طوت صفحة ماضيها البعيد، ذاك الذي لا تعرف عنه الكثير إلا ما كان من قسوة الرجل وماضيها القريب. لم تعد تتحمل ما كان يتناهى إلى سمعها من أنها لقيطة، وها هي تجد نفسها الآن في مواجهة ماضيها البعيد، تلك الطفولة حيث لم يكن قد اكتمل وعيها. تحدث المعلم قاسم: كانت فاطمة الزيانة تتدخل من حين إلى آخر لتزكي ما يقول، في نهاية الأمر هي تريد لمهمتها النجاح. ثم تحدث عن مهنته وعن متاعبها، حاول أن يدفع السعدية إلى الحديث عن نفسها وعن عملها، لم تنطق بالكثير. ثم انقضى لقاؤهما الثاني، كان المعلم قاسم ينتظر منها ردا، طلبت مهلة للتفكير، وافق. في تلك الليلة التي طالت اتخذت السعدية قرارا حاسما وصممت العزم على تحمل تبعاته. قررت أن تتوجه في الصباح في الساعة الأولى إلى مفوضية الشرطة لتقدم شكاية ضد قاسم الزرهوني، معلم الخياطة التقليدية الذي يملك دكانا في القيسارية. اتهمته بإخفاء والدتها قبل 22 عاما. أشارت في أقوالها التي أدرجت المحضر إلى أن حجتها فيما تقول أن الرجل الذي يشيع أن اسمه قاسم إنما اسمه الحسين، لا تذكر له اسما عائليا. ما تقدمت به السعدية كان مثيرا للاستغراب، ومع ذلك تم استدعاؤه إلى المفوضية للاستماع إليها. لم يخف هويته، اسمه الحسين الغموري، وقد صرح بأن قاسم الزرهوني هو الاسم الذي يشتهر به لدى الزبناء. تم إبلاغه بأن امرأة اسمها السعدية العطاري تتهمه بإخفاء والدتها التي كانت زوجته الأولى لما كان في مليدر الزرهون. رد بأنه لا يعرف امرأة باسم السعدية العطاري، وبأن زوجته الأولى رحمة بنت الفاطمي اختفت منذ أكثر من 20 سنة ولم يظهر لها أثر. قال إنه أبلغ بذلك في حينه، وأنه ظل يبحث عنها عدة سنوات قبل أن ينتقل إلى وزان حيث تزوج امرأة أخرى وبدأ حياة جديدة. قال إن زوجته الثانية توفيت فجأة قبل 3 أعوام، وأنه كان يبحث عن امرأة أخرى. لما سئل عن ربيبته ابنة زوجته الأولى التي كانت تعيش معهما في بيته بمليدر الزرهون، اكتفى بالقول إنه سلمها إلى عائلة زوجته المفقودة. دونت أقواله، وقع على المحضر ثم مضى إلى حال سبيله. في مليدر الزرهون بلدته التي لم يزرها منذ أن رحل عنها قبل 2 عقدين من الزمن وزيادة، أشياء كثيرة تغيرت، وقد طال التغيير المنزل الذي كان يسكنه إذ اشتراه أحدهم وأراد أن يعيد بناءه. كان منزلا قديما لا يستوفي معايير البناء السليم. حصل الرجل على الرخص الضرورية للهدم وإعادة البناء، ثم بدأت الأشغال. بعد 15 يوما بلغ العمال الطابق الأرضي حيث كان يسكن ذاك الذي يعرف في شفشاون بالمعلم قاسم. كانت الأشغال تتقدم لما تم اكتشاف أرضية غير متساوية مع باقي الأرضية، كانت في الحمام. لم يكن في الأمر ما يثير الاستغراب، فكثيرا ما تم اللجوء إلى بناء مثل تلك الأرضية لضمان سهولة صرف المياه المستعملة في الحمام. وبينما كان يتناوب عاملان على هدم تلك المصطبة وتسويتها بالأرض، ظهر بين قطع الآجور ما يشبه قطعة ثوب، وقد حسب العاملان أنها قطعة ثوب انتهى بها الأمر إلى هناك عن غير قصد، لكنهما سيغيران رأيهما حين سيكتشفان بعد لحظات أن تحت المصطبة هيكلا عظميا. هرعت مصالح الأمن والسلطات المحلية إلى الورش. بعد عدة أيام سيعلم أن الهيكل العظمي لامرأة الراجح أنها قتلت خنقا، وأنها كانت تبلغ من العمر نحو 30 عاما. كان اكتشافا رهيبا. التحريات التي تلت مكنت من وضع قائمة بأسماء الذين تعاقبوا على السكن في ذلك المنزل، ومنهم الحسين الغموري الذي كان قد أبلغ عن اختفاء زوجته منذ 20 عاما،
حضر كل من ورد ذكرهم إلا الحسين الذي علم أنه انتقل إلى وزان ومنها إلى شفشاون، وسريعا تم الوصول إليه إذ كان موضوع شكاية تلك التي رفعتها ضده السعدية. حين تم استدعاؤه لم يتردد وحضر، كان يظن أن الأمر يتعلق بشكاية التي رفعتها ضده السعدية. رتب كل أفكاره حتى لا تكون إجاباته متناقضة مع ما أدلى به من قبل، ولكنه فوجئ بسؤاله عن مكان سكناه في مليدري الزرهون. زعم أنه لم يعد يذكر منه شيئا حينها قال له الضابط الذي تولى استجوابه: ولكن ذلك المنزل يذكرك. ابتسم. أضاف الضابط: نعم، لقد تركت في ذلك البيت شيئا يذكر بك وبأنك مررت من هناك. لا أفهم عما تتحدث يا سيدي. سأفهمك كل شيء. في المنزل الذي كنت تسكنه في مليدري الزرهون تم العثور على جثة، والغالب أنها لامرأة، والراجح أنها جثة زوجتك التي أبلغت عن اختفائها قبل أكثر من عقدين من الزمن. طأطأ رأسه ولم ينطق بكلمة. لاحقا خلال الاستنطاق التفصيلي اعترف بأنه خنقها حتى الموت يوم اكتشفت علاقته الغرامية مع أخرى. فقط حين تم تقديمه للمحاكمة اكتشف أن تلك التي رفعت شكوى ضده في شفشاون ليست سوى السعدية معلمة الطرز الرباطي، تلك التي كان يستعد للزواج منها. وقتها فقط علم أنها ربيبته التي تخلص منها قرب ضريح مليدري الزرهون.